تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية فشمل برعايته حفل تدشين صحيفة الجنوبية تايمز بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين في السلك الأكاديمي والصحفي. أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة في كلمة له أن التوجيهات السديدة المباركة لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالتواصل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم تعد دافعا كبيرا لبذل المزيد لخدمة مجتمعنا بأكمل وجه، ما جعل المحافظة الجنوبية تتبنى هذه الفكرة الاستثنائية حرصا منها على التواصل مع المجتمع عبر صحيفة أسبوعية شاملة تمكن القارئ من الاطلاع على ما تقوم به المحافظة من دور محوري وعمل تنموي خدمة للمحافظة وأهاليها الكرام. كما أكد سمو أن صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه جعل للصحافة البحرينية مكانة عالمية مرموقة برعاية سموه، جائزة سنوية للصحافة تحمل اسم سموه الكريم، ومشددا سموه أن الجنوبية تايمز ما هي إلا فكرة نابعة من رعاية واهتمام سموه بالصحافة البحرينية. أكد سموه بأن الجنوبية تايمز هي صحيفة مجتمعية بحتة هدفها الأول التواصل مع المواطنين، مشددا سموه بأن الصحيفة ستكون إلكترونية لاعتماد المحافظة الجنوبية على النظم الإلكترونية الحديثة المواكبة للتطور التكنولوجي. بعد ذلك تفضل سموه بتدشين العدد الأول من صحيفة الجنوبية تايمز، ثم قام سموه بجولة في المعرض المصاحب لحفل التدشين بحضور كبار المسؤولين، حيث يحتوي المعرض على مقتنيات نادرة لسمو المحافظة الجنوبية، حيث شمل المعرض عددا من الصحف المحلية والعالمية ومنها العدد الأول لصحيفة الشرق الأوسط وعددا من المجلات والصحف العالمية التي تعود لقرنين من الزمن. سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على هذه الخطوة الإعلامية الرائدة. اليوم سموه تطرق في كلمته إلى دور الصحافة وأهمية الصحافة وتاريخ البحرين العريق في المجال الإعلامي والصحفي. لا شك أن مثل هذه الصحيفة من خلال إدخالها في الجانب الإلكتروني، هذا الجانب أصبح اليوم يستحوذ اهتماما كبيرا لدى الجميع، وبالتالي ستكون حلقة تواصل بين هذه المحافظة التي تكتسب أهمية كبيرة، وكذلك تم مراعاة الجيل النشئ من خلال التواصل معهم إلكترونيا، وكذلك باقي المواطنين، لأن سوف تتيح لهم الاطلاع على كثير من المعلومات، وبالتالي ستكون حلقة وصل مثمرة. وأيضا من يتولى إدارتها هما شباب من المحافظة، واليوم احنا نعتقد ان هذه الخطوة تصب في اتجاه التواصل الاجتماعي الذي سوف يكون له مردود ايجابي كبير على المحافظة الجنوبية.